حلقتنا الثانية لهالاسبوع من Property Yours، منتابع مشاهدينا جولتنا لنتعرف على المزيد من العقارات المبنية من مكاتب وشقق سكنية. وخلال الحلقة رح منكون مع إعادة لجولتنا السابقة بمختلف المناطق ضمن بيروت والضواحي. شوفي بحلقتنا لليلة، منتابع سوا مع شادي. بيلا فيستا تاور، تاور بمنطقة الأشرفية وتحديداً بالسيوفة. هيدا التاور أندر كونستراكشن بمراحله الأخيرة، مؤلف من 14 طابق، كل طابق شقتين. بلوك A مساحات الشقق فيه 203 متر مربع، والبلوك B مساحات الشقق فيه 237 متر مربع. هيدي شقة 203 متر مربع، مؤلفة من 3 ريسبشن ارياز، 3 غرف نوم، وحدة منهم ماستر، بالإضافة لتواليت لضيوف، مطبخ، وأكيد مع الميد روم وحمامة. كل شقة عم تتسلم مع شوفاج، بروفيجن لأي سي كونسيلد بقلب السقف، والمطبخ بيتسلم حسب طلب الزبون. البلوك بي اللي هو 237 متر مربع نفس مواصفات البلوك اي، الفرق الوحيد هو انه 3 غرف نوم، 3 ماستر، بالاضافه لتي في روم بالنص. طلعنا على سطح التاور يلي بينتفع منه آخر طابق اللي هو طابق الـ14، مشغول على الطرق الحديثة ومبلط ضد النش، وأكيد يستفاد منه لقعدة مميزة كتير. كل بلوك ببيلا فيستا تاور له مدخل وأسانسور مستقلين، كل شقة لها باركينج تحت الأرض. 203 متر مربع أو 237 متر مربع بالأشرفية السيوفي، حالياً ستارتينج برايس $2,750 بالمتر. أرض للبيع بمنطقة حريصة درعون، مساحتها 900 متر مربع، مصنفة فيلا زون فئة D1، واستثمارها 2045. موقع الأرض بيرتفع 350 متر عن سطح البحر، بيتميز بفيو نهائي ما بيتسكر عليه صوب خليج جوني، بالإضافة لمدينة بيروت ومنطقة جبال. عقار حريصة درعون من العقارات النادر وجود للبيع، كون الأرض موجودة بمنطقة محمية بجبل حريصة، 900 متر مربع صالحين لفيلا سكنية. جينا على منطقة البربارة بكضاء جبال لنعرفكن على فيلا صغيرة للبيع. فيلا مؤلفة من طابقين، بتبعد دقايق عن الأوتوستراد. إلها مدخلين، مدخل من الباركينج على الطابق الأرضي، ومدخل رئيسي من تاني طابق عن الدرج. الفيلا عمرها 5 سنين تقريباً، مساحتها 450 متر مربع living area. هيدا الطابق الثاني اللي يعتبر طابق الأساسي للفيلا، مطبخ، تواليت لضيوف، 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر بدروم. ريسبشن اريا كلها بتطلعنا على تراسات لبرا مطلين على الفيو صوب البحر. 3 غرف نوم لهالفيلا، 2 منهم تابع لهم حمام مشترك، والماستر بدروم في إلها ووك إن كلوزت.
مطبخ الفيلا مجهز بكاونتر توب جرانيت، مجلس ستانلس ستيل، بالإضافة لبريكفست أريا مطلة على التراس لبرا. هيدا الطابق الأرضي لهالفيلا مؤلف من قسم للخدم من خلاله غرفة نوم، غرفة للغسيل، حمام ووك إن كلوزت، بالإضافة لليفينج أريا بتطلعنا على التراس والبسين. الفيلا بالبربارة معمرة على مساحة أرض 900 متر مربع، منطقة كتير رايقة مطلة على الجبل وعلى البحر. 450 متر مربع ليفينج أريا، طابقين، ثلاث غرف نوم، بالإضافة لليفينج أريا كبيرة وتي في روم على الطابق الأرضي. شوفاج للفيلا، سولار باور لتأمين مي سخنة، وتراس كبير من ضمنه بسين صغيرة تحت بيرجولا خشب، للبيع حالياً ب 800 ألف دولار. بالأشرفية وتحديداً بمنطقة العدلية، بناية جديدة سكنية للبيع مؤلفة من 7 شقق، كل شقة مساحتها 200 متر مربع وكل طابق شقة. منشوفها سوا. مثل ما ذكرنا وقلنا، مساحات الشقق من جوا بالأشرفية 200 متر مربع كل طابق شقة. الفوطي دغري على الريسبشن أريا، بلاتر خام، ديكور جفصين، مطبخ، ثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر، بالإضافة لهالقعدة الصغيرة هون على البلكون اللي مسكر بكورتن جلاس. مطبخ الشقة مؤلف من كاونتر توب كوريان مع مجلس ستانلس ستيل، له كمان ميد روم وحمامة، تابع للمطبخ كمان بريكفست أريا. البناية اللي شفناها بمنطقة الأشرفية بالعدلية فخمة وملبسة حجر 100%، مؤلفة من 7 طوابق سكنية، كل طابق شقة بمساحة 200 متر مربع. حالياً البناية للبيع بكاملها، وسعر البناية بالسوق 4,057,000 دولار. جينا على منطقة بيت ميري قضاء المتن لنتعرف على بناية under construction مؤلفة من شقق سكنية للبيع. الشقق مساحاتهم 285 متر مربع أو 295 متر مربع، فينيشينج كتير فخم، في طوابق مع تراس وجنينة وطوابق دوبلكس. بناية بيت ميري ملبسة حجر، مواصفات الشقق الداخلية سوبر ديلوكس، شفاج سنترال، بلاتر خام بالصالونات، سيراميك بالحمامات والغرف بالإضافة للمطبخ، وكلهم مستوردين من أوروبا. 4 غرف نوم لكل شقة، 2 منهم ماستر، ومجهزين ليركب لهم سبليت اي سي يونتس. كل شقة ببناية بيت ميري إلها فيو مميز بيطل على الجبل ما بيتسكر عليه. كل شقة تابع لها ستورج روم تحت الأرض، بالإضافة لاثنين أو ثلاثة باركينج. لوكجيري ليفينج ببيت ميري ب 285 متر مربع أو 295 متر مربع، ستارتينج برايس 2200 دولار بالمتر، والدليفري ديت آخر سنة 2013. أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى وجود تريث كبير عن المستثمرين بلبنان قبل شراء العقارات فيه، والأمر عائد بالدرجة الأولى للأحداث السورية ومدى تأزم الأوضاع السياسية بلبنان، الأمر اللي بيجنب أي مستثمر عربي أو حتى أجنبي من التوجه إلى لبنان والاستثمار فيه، وبالتالي مما بينعكس سلباً على القطاع.
وترجم بالفترة الأخيرة بحال ركود وجمود بالحركة، علما أن المواطنين بغالبية الأحيان ما بيملكوا الأموال اللازمة لشراء أي عقار أو منزل مع الارتفاع الأخير لأسعار الشقق اللي عم بيشهده لبنان ولا يزال. أنا وكل فريق عمل Property Yours بنشكر كل الأشخاص اللي عم بيتواصلوا معنا من لبنان والخارج. عم نتلقى اتصالات عديدة عبر الأرقام اللي عم تقطع على أسفل الشاشة ورسائل عبر info@propertyyours.com. وللمزيد من المعلومات خليكم عم بتتابعونا على الموقع الإلكتروني propertyyours.com وعلى صفحة فيسبوك لتعرفوا شو في عقارات جديدة وأهم مستجدات القطاع العقاري بلبنان. تابعونا بحلقة بكرة وبنفس الوقت. مصار.